حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال عفان في حديثه حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال مجلس الشيطان حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال اخبرنا حميد عن عبد الله بن عبيد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت نبي الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن رجل من أهل مكة يقال له يوسف قال: كنت أنا ورجل من قريش نلمال ايتامين أيتمين قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهمين قال: فوقعت له في يدي ألف درهمين قال: فقلت للقرشي إنه قد ذهب لي بألف درهمين وقد أصبت له ألف درهمين قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن أبي مصعب قال: قدم رجل من أهل المدينة شيخ فرأوه مثثرًا في جهازه فسألوه فأخبرهم أنه يريد المغرب وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج ناس إلى المغرب يأتون يوم القيامة وجوههم على ضوء الشمس حدثنا معاويه بن عمرو وابو سعيد قال حدثنا زائده قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن ابي الشماخ الازدي عن ابن عم له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى معاويه فدخل عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي امرا من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة. أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته ، عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. حثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حنا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال حدثني علقمة المزني قال حدثني رجل قال كنت في مجلس فيه عمر بن الخطاب بالمدينة فقال لرجل من القوم يا فلان كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الإسلام؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الإسلام بدأ جذعًا ثم ثنيًا ثم رباعيًا ثم سديسيًا ثم بازلًا» قال: فقال عمر بن الخطاب: "فما بعد البزول؟" إلا نقصان حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي خالد يعني اسماعيل عن ابيه قال دخلت على رجل إن وهو يتمجع لبنا بتمر فقال أبنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الاطيبين حثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زذان أبي عمر قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله أعشر قومي قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور. قال حدثنا أبو نعيمين: حدثنا سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد الله الثقفي. عن خاله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أشياء فسأله فقال: أعشرها؟ فقال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور حثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمه رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إن كيف تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. حسن إسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقوا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على راسه الماء من العطش أو من الحر ثم قيل يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سعد يعني ابن أوس العبسية عن بلال العبسي قال: أخبرنا عمران بن حصين الضبي أنه أتى البصرة وبها عبد الله بن عباس أميرا فإذا هو برجل قائمين في ظل القصر يقول: صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله لا يزيد على ذلك فدنوت منه شيئا فقلت له لقد أكثرت من قولك صدق الله ورسوله فقال أما والله لئن شئت لأخبرتك فقلت أجل فقال اجلس إذا فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في زماني كذا وكذا وقد كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق به فقالا إنك قادم المدينة وإن ابنًا لنا قد لحق بهذا الرجل فأته فاطلبه منه. منه فإن أبى إلا الافتداء فافتده. فأتيت المدينة فدخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله إن شيخين للحي آمراني أن أطلب ابنا له ما عندك فقال تعرفه فقال أعرف نسبه فدعا الغلام فجاء فقال هو فأت به أبويه فقلت الفداء يا نبي الله قال إنه لا يصلح لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ثم ضرب على كتف ثم قال لا أخشى على قريش إلا أنفسها قلت وما لهم يا نبي الله قال إن طال بك العمر رأيتهم هاهنا حتى ترى الناس بينهما كالغنم بين حوضين مرة إلى هذا ومرة إلى هذا فأنا أرى ناسا يستأذنون على ابن عباس رأيتهم العام يستأذنون على معاوية فذكرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني أبو النضر عن رجل إن كان قديما من بني تميم كان في عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكتب لي كتابا أن لا أؤاخذ بجريرة غير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لك ولكل مسلمين حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش عن أبي الشماخ الأزدي عن أبن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى معاويه فدخل عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي امر الناس ثم اغلق بابه دون المسكين او المظلوم او ذي الحاجه اغلق الله عز وجل دونه ابواب رحمته عند حاجته وفقره افقر ما يكون اليها حدثنا أبو نعيمين قال: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين أفيكم أوس القراني قالوا: نعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير التابعين أوس القراني حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقال في خطبته أما بعد يا معشر المهاجرين فإنكم قد أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم وإن الأنصار عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني ابو سلمه عن الرجل الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي جبريل عليه السلام فزعم ابو سلمه انه تجنب ان يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفا أن يسمع حديثه فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تسلم إذ مررت بي حتى قال رأيتك تناجي رجلا فخشيت أن تكره أن أدنو منكما قال وهل تدري من الرجل؟ قال لا قال فذلك جبريل عليه السلام ولو سلمت لرد السلام وقد سمعت من غير أبي سلمة أنه حارثة بن النعمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك الأشجعي يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب قد خالف بين طرفيه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حدثنا اسماعيل اخبرنا الجريري عن ابي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قله فحانت نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلاحقني مِنْ بَعْدِ فَضَرَبَ مَنْكِبَيَّ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأْتُهَا مَعَهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقْرَأْ بِهِمَا حدثنا يزيد حدثنا الجريري عن أبي السليل قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة قال فحلت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق به ما فأدركني ما يدرك بني آدم فعقدت علي عمامتي فجاء رجل ولم أر بالبقيع رجلا أشد سوادا أصفرا منه ولا آدم يعبر بناقة لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدقة قال نعم قال دونك هذه الناقة قال فلزمه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت بل بل هو خير منك ومنها ثلاث مرار ثم قال ويل لأصحاب المئينة من الإبل ثلاثا قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه ، عن يمينه وعن شماله ثم قال: قد أفلح المزهد المجهد ثلاثا. المزهد ، في العيش المجهد في العبادة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت إسحاق بن سويد قال: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بالكوفة أمير قال: فخطب يومًا فقال إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في خطبته حتى فرغ ثم نزل. حدثنا أبو معاوية وعبدة قال ثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بوديل العقيلي قال: أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه وسأله رجل: من بلقي فقال يا رسول الله من هؤلاء قال هؤلاء المغضوب عليهم فأشار إلى اليهود فقال من هؤلاء قال هؤلاء الضالون يعني النصارى قال وجاءه رجل فقال أستشهد مولاك أو قال غلامك فلان قال بل هو يجر إلى النار في عباءة غلها حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فقال اقرأ بهما في صلاتك بالمعوذتين إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلاحقني من بعدي فضرب منكبي فقال قل اعوذ برب الفلق فقلت اعوذ برب الفلق فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراتها معه ثم قال قل اعوذ برب الناس فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراتها معه فقال اذا صليت فاقرا بهما حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا محمد بن ثابت عن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليست له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد بريت منه الذمة حدثنا أزهر حدثنا هشام يعني أدست وإيا عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إشجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه الذمة ومن ركب البحر بعد ما يرتج فقد برئت منه الذمة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقرؤون والإمام يقرأ أو قال تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه قال خالد وحدثني بعد ولم يقل ان شاء فقلت لابي قلابه ان شاء قال لا اذكره